السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم منوعات حول العالم وبرنامج كرة لايف. هنتكلم النهاردة عن موسم انتقالات 2021 اللي انتهى الأسبوع الماضي، وأبرز الانتقالات طبعا حادث الدقة اللي هي انتقال ميسي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، صفقة مجانية. أيضا صفقة كانت قوية هو انتقال أوزيل من اليوفي إلى مانشستر يونايتد مقابل 15 مليون جنيه استرليني مقابل إضافات، ولوكاكو يعود إلى تشيلسي بما يقارب 100 مليون جنيه استرليني. أيضا سيرجيو راموس من ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان صفقة انتقال حرة. أيضا أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان. دوناروما يوقع عقد مع سيرجيو غويرو من الى برشلونه من السيتي صفقه انتقال حر. مانفيس ديبي الى برشلونه. جاك جريليش الى مانشستر يونايتد على صفقه في الدوري الانجليزي 100 مليون جنيه استرليني. جيرو مليون دولار الى ميلان. وفران الى مانشستر يونايتد ب 34 مليون استرليني. فينالدوم الى باريس صفقه مجانيه. أشرف حكيمي كان منتقل قلنا ب70 مليون. وكده كانت أبرز الصفقات في 2021-2022 اللي حصلت الدقة. وهنتكلم شوية عن رونالدو ونتكلم عن ميسي والخلافات اللي حصلت خلت برشلونة غير قادر على استيعاب راتب ميسي، بالإضافة إلى جريزمان راح أتلتيكو مدريد تاني إعارة ب 40 مليون يورو على سبيل الإعارة وممكن إمكانية حكاية الشراء. فكده برشلونة الإضاءة بتاعته يعني مش مظبوطة، فيها كلام تاني والمفروض في قاعدة وفي ترتيبات، لأن ده نادي كبير والصعب إن هو يقع.